الخير، معكم الكاتب جعفر سلمان من البحرين، ضيف الليلة على حساب بلاك كوفي الاخترحاب. ويلا نبدأ. طبعا أنا مؤلف كتابين، الكتاب الأول أشباه البشر صدر في 2015، والكتاب الثاني في 5 دقائق صدر 2006. الكتاب الأول اللي هو أشباه البشر يتكلم عن العمالة في الخليج بشكل عام، ويحكي قصة عامل من الهند إلى البحرين. هاي هو عبارة عن قصة إنسانية أو اجتماعية أو الاثنين معا إذا حبيتون، قصة فيها بعض الألم وقصة حقيقية 100%. بالنسبة لكتاب في 5 دقائق، هي قصة أساسا في الأساس كانت فكرتها بحث فكري. هذا البحث الفكري يتناول كان في الأساس أو فكرته يتناول الرد على بعض التشدد الإسلامي والرد على بعض الإلحاد. بعد ذلك قررت أني أدمج بعض الأفكار أو أفكار البحث الفكري في رواية حق تكون قابلة للقراءة وسلسة. فتم دمج هذه الأفكار في رواية شيقة مرعبة قليلا، فيها تشويق ونهاية غير متوقعة. والسبب لاختياري هالنوع من القصص لأجل تبرير هالأفكار هو اللي تكون محببة للقراءة وسهلة ومشوقة جدا. طبعا رواية في 5 دقائق لقت بعض النقد من بعض المتشددين بسبب أن الأفكار ما ناسبتهم، بسبب اللي هي ترد على أيديولوجيا، بس ولله الحمد لقت استحسان الغالب العام من القراء، وهذا منهم خصوصا القراء الشباب. أعتقد أن دمج بعض الأفكار بعض الأبحاث الفكرية في الروايات هي فكرة ممتازة، بسبب خروج القارئ على الأقل من قراءة الرواية بفائدة فكرية، لأن الغالب في الروايات الموجودة حاليا مجرد قصة للتسلية. رأيت أن أخلي القارئ لما يقرأ الرواية على الأقل يطلع في فائدة معينة، بالإضافة أنه استمتع وأمضى وقت ممتع في القراءة في فائدة. وكذلك الحال بالنسبة حق أغلب الأعمال اللي كتبتها، سواء نشرت أم لم تنشر، دائما في قيمة فكرية أو قيمة ثقافية يخرج فيها القارئ من خلال قراءته للرواية. أنا مؤمن بأن القراءة لابد أن تكون مفيدة، ولابد للقارئ أن يخرج بفائدة ما من أي كتاب. المشاريع المستقبلية حاليا في رواية جديدة بعثتها لدار نوفا بلس، نفس الدار اللي أنشر معها، راح تنشر في الموسم القادم. هاي الرواية الجديدة راح تكون على نفس نسق في 5 دقائق، راح تكون رواية يملها الغموض التشويق النهاية الغير متوقعة، وأيضا راح تكون فيها فائدة ثقافية فائدة أخلاقية أسميها هذه المرة. الرواية راح تكون بعنوان سوفانا إن شاء الله. في الواقع قراءتي الروائية جدا ضعيفة، أقرأ نهم في القراءة بس مو قراءة رواية، أقرأ في مجالات. إذا بتلاحظون هاي الخلفية اللي خلفي، هاي المكتبة الصغيرة. طبعا الرواية تكاد تكون نادرة عندي، مثل ما قلت أقرأ الرواية بشكل. بالنسبة لي قراءة الرواية ليس بالضرورة أن تنتج روائي، فاللي يحب يكون روائي ما راح يكون روائي بمجرد قراءتنا، لأن مخزون الروائي عادة يتكون من أمرين، من القراءة والخبرة في الحياة، بس مو القراءة الروائية، لا، القراءة في جميع المجالات. إذا الحل اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ في جميع المجالات، وبعدين حاول وضع ما قرأته على الورق وراح تنتج إن شاء الله. تذكر بأن الروائي الناجح هو من يستطيع ترجمة ما يراه في خياله على الورق بالضبط كما يراه. هاي هو الروائي الناجح. شيء طبيعي في كل مجتمع، لما يزداد الإنتاج الروائي يزداد مستوى الغث كما يزداد مستوى السمين من الكتب. يعني نحن نشهد في على مستوى الخليج طفرة في إنتاج الروايات، فحالة وجود أعمال كثيرة دون المستوى طبيعية 100%. لكن في شيء إيجابي، وهو مع ازدياد عدد الكتب دون المستوى هناك ازدياد في عدد الكتب الرائعة، هناك ظهور لكتاب رائعين بصراحة. لا، لم أهاجم الإسلاميين كونهم إسلاميين، هاجمت بعض الأفكار المتطرفة عند بعض الإسلاميين كما هاجمت. طبعاً الموضوع في النهاية هو طرح أفكار، تلاقح فكري، قناعات، كل واحد من حقه يبرز قناعاته. مجرد طرح السؤال عن
مساواة بين الرجل والمرأة أعتبره مهين، لأن المفروض نكون تجاوزنا هالمرحلة من فترة بصراحة. طبعا عندنا مشكلة في المنطقة بشكل عام، لحنا نعيش في مجتمعات ذكورية، الذكر يتحكم في كل شيء وللمرأة لا شيء تقريبا. هاي طبعا ترك المرأة في وضع مزري في مجتمعاتنا، مهما حاول الرجل تجميل الوضع وقال له هي ملكة وما إلى ذلك، إلا وضعها قلة احترام بشكل عام لهذا الكائن، لهذا الإنسان المرأة. ننسى في أغلب الأحيان لها إنسان مثلها مثلنا يعني، فننسى هذا ونعملك أنا مخلوق. في المملكة العربية السعودية طبعا كتبي موجودة في مكتبة جرير ومكتبة فيرجن، هاي اللي أعرفه، طبعا العديد من المكتبات الصغيرة. طبعا ما راح أطول عليكم أكثر، أحب أشكر الأخت رحاب صاحبة حساب بلاك كوفي، أحب أشكرها أنها عرفتني على بعض الجماهير في المملكة العربية السعودية وبعض الجماهير في الخليج من خلال حسابها بلاك كوفي. وطبعا في البوست السابق خليت حساباتي في تويتر وإنستغرام والإيميل حق اللي يحب من الجماهير يتواصل، وإحنا نتشرف بأي شخص. شكرا جزيلا وأتمنى ألقاكم مرة ثانية إن شاء الله. شكرا، مع السلامة.